السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نتكلم عن شغلة بسيطة، بما أنه طالع أنا بمكان وموجود قصب، طبعا قصب بري مو قصب عادي، موجود بكل مكان مثل ما نشوف. هذا القصب نقدر نختار من عنده، مثلا هذا القصب تشوف هذا ممكن نشلعه، شوفه يابس وقوي جيد. هذا هسه راح أشلعه وناخذه نقطعه ونشوف شنو اللي يطلع منه. وهاي القصبة فتحناها، تمام. شوف القشر اللي بيها، هذا القشر، شوف. طبعا التصوير صعب. هذا هو القشر، كل عقدة منهم راح نفتحها، شوف قوته جيدة. مثلا هذا هو القصب، ما نختار الأخضر اللي هو مثل هذا ما يفيدنا، نختار أصفر يابس 100% وقوي، بحيث إذا نضغطه ما ينكسر. فنأخذ، شوف هاي على خضار، هذا شوية أخضر، لكن هذا ممكن يمشي، لكن هذا أحسن. الآن هاي السكينة اللي عندنا نقطعهم ونشوف شلون صاروا. حاليا هاي القصبة اللي أخذناها اللي صورناها قبل شوية نفتحها مثل ما تشوف، نفتح العقدة اللي بيها. هذا في حال واحد إذا طالع بمكان أو يشوف قصب، لأن هذا القصب ممكن يستخدمه بالخط، ما يحتاج ياخذ قصب عادي. يعني حتى هاي القصبة أخذتها من نفس المكان. زين، نجرب هسه نسويها، نفتحها القصب اللي حصلناه. نفتحها، هذا واحد. دائما قلنا نختار اللي تكون ناشفة مو خضرة، ناشفة 100%، وندوس عليها نضغطها نشوفها ما تنكسر، فهذا يكون مناسب. بعد ما فتحناها بهذا الشكل ناخذ من اليمنى ومن اليسرى بنفس الكمية اللي اخذناها، وصار عندنا الحجم اللي هنا رايديه طبعا. وبعدها نثبت هذا ونقطعها، نثبت الزاوية اللي نريدها نقطعها. حاليا انقطع القلم وصار تقريبا جاهز، بقى شغلة واحدة ورق التنعيم. بعد ما ورق التنعيم نمشي عليها شوية حاليا القصبة اللي شفناها صارت جاهزة للكتابة. مثلا إذا عندنا أدوات الخط نقدر نكتب بها، نجرب الكتابة بها نشوفها تكتب عادي، صارت حلوة. معظم الخطاطين كانوا قبل يستخدمون هذا القصب، ويكون جودة هذا القصب جيدة جدا، ما بي أي مشكلة. لكن مثل ما قلنا لازم يكون ناشف، يكون ناشف مو أخضر مثل ما شفناه قبل شوية، وقوي، نضغطه بالإيد قوي، ممكن نستخدمه بأي وقت.